من اليوم غادي تهناي بمرة من الهالات السوداء تحت العين. غادي نحضر معاكم أروع كريم اللي غادي يخلصك من الهالات السوداء والتجاعيد والانتفاخات تحت العين. بحبة من الأفوكا باي باي الهالات السوداء. مكونات هذا الكريم عندك في الدار، يلا هنودي جربيه وردي لي الخبر. ولتحضير الكريم ضروري غادي نحتاجه زيت الأفوكادو، وباش نحضروا هذا الزيت غادي نحتاجه فقط نصف حبة من الأفوكا. وانتوما يمكن لكم تستعملوا حبة أو حبتين على حسب كمية الزيت اللي باغين تحضروها. وكيف ما عارفين أن الأفوكادو لديه فعالية في تحفيز الكولاجين وكيساعد في تفتيح لون البشرة، كما أنه يهدئ مشاكل البشرة ويمنع جفاف الجلد، وبشكل عام كيحسن صحة الجلد. كناخدو نصف حبة من الأفوكا ونقطعو ليها مزيان بالملعقة باش نخرجو الزيوت اللي فيها. وكنضغطو على الأفوكا مزيان بالملعقة أو الفرشيطة حتى نحسو أنه ولات بحال العجينة. وقبل ما نكمل الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة تشوفوها، وما تنساونيش من لي كومنتير ديالكم الزوينين باش نعطي أكثر. وغادي نحتاجو كذلك زيت جوز الهند وضروري يكون طبيعي. ونصيحة مني وياكم تستعملوا زيت جوز الهند اللي في قرعة خضراء، ويمكن لكم تعوضوا زيت جوز الهند بأي زيت ناقل باختياركم. أنا هنا وضعت ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، واللي استعمل حبة واحدة من الأفوكادو يوضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. من بعد كنضيف عجينة الأفوكادو للزيت، كنوضعوهم على نار مهيلة إلى متوسطة ونطبخوهم لمدة 20 دقيقة. وفي المرة الأولى ضروري التحريك حتى يتجانس لنا زيت جوز الهند مع الأفوكا. وبما أنني كنحضر زيت الأفوكا ما فيها باس نهضروا على الفوائد ديالو. من فوائد زيت الأفوكا أنه كيحارب علامات تقدم السن وتمدد الجلد وكيقلل من ظهور التجاعيد، كما أنه يمنع تهيج الجلد ويزيد من نضارة البشرة ويرطبها، وكيحسن الدورة الدموية في الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويعالج البشرة الجافة ويفتح لونها. كنخليو الأفوكا والزيت يغليو ومرة مرة نحركو. ومن الأشياء اللي كتأدي لظهور الهالات السوداء السهر، قلة النوم، الضغط النفسي وعدم شرب الماء بكمية كافية. ما تنساوش ترطبوا منطقة حول العينين يوميا بحالها بحال الوجه. بزاف الأخوات ما يقدروش يشريو كريمات غالية لمنطقة تحت العين، لهذا حضرت معكم هذا الكريم اللي في متناول الجميع وكيتقام رخيص. من بعد ما طابت لينا الأفوكا وتغير لون الزيت بهذا الشكل كنطفيو البوطة. كنوضعو الخليط على جنب ونخليه حتى يبرد. من بعد ما برد الخليط كنلاحظو أن الأفوكا ولات زيت. كناخدو مصفات ونوضعو فيها الأفوكا ونصفيوها مزيان. وكيف ما كتلاحظوا استخلصنا من الأفوكا أروع زيت اللي الفوائد ديالو كتيرة بزاف، وأنا وليت ما كنستغناش على هذا الزيت. بحبة من الأفوكا يمكن لكم تحضروا أروع زيت وتحتفظوا به مدة طويلة، وكيصلح للشعر والجسم والوجه. كناخدو وعاء ونضعو فيه زيف رقيق، من بعد
كان وضعوا الزيت لسفنها في المصفات، وكان عودها مرة أخرى في الزيف باش نحصلوا على زيت مصفات وبدون شوائب، وكان عصروا الزيت مزيان كيف ما وضح لكم. بالنسبة لزيت الأفوكا يمكن لكم تستعملوه حتى للشعر وتخلطوه مع زيوت أخرى. كناخدو زيت اللوز الحلو ونضيفوه لزيت الأفوكا. وبالنسبة لزيت اللوز الحلو كيساعد على تبييض البشرة والقضاء على الهالات السوداء وحماية البشرة من التجاعيد والتشققات. وكنخلطو مزيان. ودابا نمشيو باش نحضرو كريم للهالات السوداء. كنحتاجو جل الألوفيرا، ومن فوائد الألوفيرا أنها كترطب البشرة وتعالج الجفاف وكتخفف السواد والهالات حول العين، كما أنها تؤخر علامات تقدم السن. كنضيفو لجل الألوفيرا قليل من زيت الأفوكا اللي حضرنا، ونخلطو مزيان حتى نحصلو على كريم. كناخدو قريعة بهذا الشكل، ومن الأحسن تكون من الزجاج وتكون كتست مزيان، ونوضعوا فيها الكريم. كنحتفظوا بهذا الكريم درجة حرارة الغرفة، وكيبقى صالح في الاستعمال من 5 إلى 6 أشهر. وهذا الكريم ما كيسببش حساسية لأن مكوناته آمنة وما عندها حتى ضرر. بالنسبة للكريم كيتشربوا الجلد بسرعة، كناخدو قليل من الكريم ونوضعو حول العينين ونعملو مساج خفيف كيف ما موضح ليكم، ونستمرو عليه يوميا سواء بالليل او بالنهار اي وقت عندكم، وان شاء الله غادي تلقاو النتيجة اللي ترضيكم.